ونعود مرة أخرى إلى الشأن المحلي ومتابعة لأفواج الحجاج من مطار القاهرة، حيث يودع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والطيار محمد منار وزير الطيران المدني أفواج الحجاج المصريين من مطار القاهرة الدولي في احتفالية خاصة بعد الانتهاء من كافة الترتيبات والإجراءات الخاصة بسفرهم. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مطار القاهرة على الهواء مباشرة مراسل النيل محمد الخطيب. محمد، بعد التحية، ماذا لديك من تفاصيل حول سفر الحجاج المصريين وهذه الأفواج الموجودة الآن في المطار؟ نعم آلاء، بعد التحية، نحن متواجدون معكم الآن في مطار القاهرة وبالتحديد في الصالة الموسمية لمتابعة سفر الحجاج أو ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة. يعني الحقيقة سلطات مطار القاهرة اتخذت العديد من الإجراءات، ومصر للطيران اتخذت العديد من التيسيرات على ضيوف الرحمن، تتلخص في النقاط التالية. أولا، تم تشكيل فريق من العلاقات العامة لاستقبال ضيوف الرحمن أثناء دخولهم إلى مطار القاهرة لمساعدتهم في إنهاء كافة إجراءات السفر والإجراءات الصحية. أيضا تم تكليف فريق متخصص لمساعدة كبار السن في إنهاء كافة إجراءاتهم المتخصصة للسفر إلى الأراضي المقدسة. يعني أيضا مصر للطيران تسير من الآن 8 رحلات رئيسية إلى الأراضي المقدسة، 6 منها إلى المدينة المنورة و2 إلى مكة المكرمة. يعني لا، دعينا ناخد تفاصيل أكثر من ضيوف الرحمن حول التيسيرات التي قدمت لهم أثناء سفرهم. وكما ترين معي، هذا هو المشهد في الصالة الموسمية الآن، الذين يستعدون، ضيوف الرحمن يستعدون لمغادرة مصر. يعني تحيات لحضرتك، ونقول ألف مبروك للحج. وعايز اتكلم على التيسيرات النهارده اللي حضرتك شفتها المستر. بسم الله ما شاء الله، مش ربع ساعه، 10 دقائق اخذنا كل حاجتنا وقعدنا بالصلاه. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيش اي مضايقات، ما فيش اي حاجه، وزي الفل الحمد لله. انا اول مره احج يعني، فيعني كلها العمليه ما خدتش وقت، كلها 10 دقائق بتاع دي، وكل حاجه الخدمه مظبوطه الحمد لله. والله من اول ما بدا برنامج الحج، او من اول ما بدانا نمشي في اجراءات الحج، وربنا ميسر لنا الامور، وربنا يعني كرمنا بالناس اللي بييسروا لنا الامور دي كلها. يعني من اول ما بدانا نعمل، جات لنا التاشيره، كل حاجه متيسره، ونشكر وزاره الداخليه، ونشكر المقيمين على سفرنا، ونشكر الناس كلها، ونشكر القنوات المشاركه، ونشكر الناس اللي صدفونا في المطار، ونشكر الدنيا كلها. وعقبالكم جميعا ان شاء الله. يعني زميلتي آلاء، يعني بعد قليل سوف يكون هناك احتفالية داخل الصالة الموسمية التي أتواجد بها الآن، سيحضرها وزير الطيران ووزير الأوقاف، وهي عرف يعني سنوي يحضره يعني الوزيران لتوديع ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة. الأمور داخل مطار القاهرة تسير بشكل مرتب جدا وبشكل منتظم لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كافة أشكال الدعم والراحة لضيوف الرحمن قبل مغادرتهم مصر متجهين نحو الأراضي المقدسة. نعم، محمد الخطيب مراسل النيل، كنت معنا على الهواء مباشرة من مطار القاهرة الدولي ومتابعة لسفر أفواج الحجاج المصريين، شكرا جزيلا لك.